أشبه بمعمل لإنتاج عناصر الميليشيا تبدو هذه القاعة، حيث يستقبل فيها رئيس لجنة سلطة الانقلاب مجموعة من العناصر التي تم إطلاقهم ضمن صفقات تبادل أسرى متفرقة في أوقات سابقة جرت بين المقاومة الجنوبية والمملكة العربية السعودية وقيادة الميليشيا. تعيد مثل هذه اللقاءات تحفيز أتباع الجماعة الانقلابية والدفع بهم إلى المعارك التي لم يعودوا منها غالباً، في نية مسبقة لعدم التراجع عن مشروع الحرب التي اقترفته قيادات الجماعة وتردد صداه في مختلف المحافظات، بارود وضحايا مدنيون يتساقطون بالآلاف برصاص هؤلاء. من يمكنهم بعد مغادرة هذا اللقاء المشؤوم أن يستقلوا أول ناقلة إلى الجبهات. كأي قيادي في كتيبة الميليشيا الحوثية لم يفعل رئيس لجنة الانقلاب شيئاً سوى أنه يعيد رفع منسوب العداء لديهم، والغرض هو الدفع بهم مجدداً للعودة إلى محرقة الحرب. بالطبع قد يقول البعض إنه حكماً مسبقاً، لكن الواضح بل والصريح أن التحفيز جار وأخضاعهم لحفظ الشعار وترديد الصرخة مجدداً، وهي الطريقة التي تدربوا فيها على تعميد الولاء الضيق لشعار جوهره فقط دعوة للموت. تقضي جلسات غسيل الدماغ هذه على آمال أن يتوقف هؤلاء بالعودة إلى ساحات المعارك، لكن من الواضح أن إعادة تأهيل عناصر الميليشيا في قاموس هذه الجماعة هو مجرد تأهيل للموت والقتل، أقرب منه للحياة والتعايش والسلام.